طيب عايزاك تقول لي اغنيه بتحبها ومسلسل متابعه في رمضان وحاجه محدش يعرفها عنك. بصي انا مش متابع اي حاجه في مسلسلات في رمضان خالص عشان الوقت ضيق جدا بصراحه بالنسبه لي. بيبقى في بقى صلاه تراويح وبيبقى في حاجات كتيره مهمه قوي يعني في اهم من ان انا اتفرج على مسلسل يعني. اغنيه بتحبها؟ اغنيه بحبها في اغاني كتير. اغنيه مثلا ممكن لو انت حاسس انك قاعد لوحدك دلوقتي هتشغلها، هي الاغنيه دي تحديدا. لا انا بحب الاغاني الشعبي جدا يعني دايما بجد؟ يعني في اغاني المهرجانات بحب وانا رايح الماتش دايما اسمعها. قبل المباريات تسمع شعبي؟ لا وانا رايح الماتش، قبل الماتش على طول ممكن اسمع شويه قران، لكن قبل الماتش وانا رايح في الاتوبيس مثلا كده تلاقيني بتحس بتديني باور شويه بس فاهمه. بحب بحب المود ده. بحب المود ده قبل الماتش بيديني باور. حاجه ما حدش يعرفها عنك؟ حاجه ما حدش يعرفها عني يمكن بروح سينما لوحدي وانا زعلان وانا متضايق كده تلاقيني بروح السينما اي فيلم بقى. يعني ممكن اكون دخلت الافلام كلها ادخل تاني اي فيلم، بحس ان هو بيغير لي المود بتاعي شويه. وما بتقولش لحد؟ لا ممكن مراتي تبقى عارفه، بس انا مثلا لو في مشكله بيني وبين مراتي لا بروح لوحدي. ما طيب مراتك عارفه انك بتروح السينما لوحدك بتبقى عارفه انك مخنوق؟ اوقات ببقى متضايق مثلا اوقات مثلا ببقى خسران ماتش ببقى متضايق جدا، اروح البيت تاني يوم ببقى انا لسه المود بتاع الماتش مضايقني فانا مش عارف اخرج من المود ده. فلازم اخرج، لا يعني لازم اخرج من المود ده باي طريقه لان بيبقى عندي ماتش قريب، فلازم اخرج من المود عشان اقدر اركز في الماتش اللي بعده. فاضطر ان انا اروح سينما كده اروح سينما وهي عارفه، هي خلاص السيستم نفسها ان هي عارفه انا رايح سينما لوحدي. طب اجي معاك؟ لا انا رايح لوحدي. فبتعرف لان انا بحب يعني اقعد كده ممكن اكل شويه فشار بتاع وخلاص وانا بتفرج على الفيلم. بس دي حاجه ما حدش يعرفها تقريبا يعني غير مراتي تقريبا. وبتطلع خلاص بتلاقي نفسك دلوقتي مصر كلها عرفتها. دلوقتي خلاص طيب بتطلع بتلاقي نفسك خلاص بقيت احسن. يعني بحاول اخش فيلم مثلا يكون فيه شويه ضحك شويه حاجات كده ان هو يغير لي المود بتاعي شويه. فلا بطلع طبعا بمودي متغير، بطلع مودي متغير تماما. مشاهدينا هنكمل طبعا تاني مع نجم نادي الاهلي كابتن ايمن اشرف ولكن بعد الفاصل.